في اليوم التالي لقيام حركة الضباط يوم 24 يوليو انهالت برقيات التأييد على مركز مجموعة ضباط القيادة الذين كونوا فيما بعد مجلس قيادة الثورة. الأستاذ توفيق الحكيم وصف الثورة بأنها عملية ولادة للأمة، والجيش هو الذي قام بعمل الجراح المولد الذي باشر عملية الثورة، أي عملية التوليد. وزار بعض زعماء الأحزاب مركز قيادة الجيش وقابلوا اللواء محمد نجيب وتمنوا للحركة التوفيق. في هذه الآونة أقدر أقول وللتاريخ أن الوفد كان مؤيدا، والوفد كان مؤيدا لأنه النحاس باشا كان أبلغ مجلس قيادة الثورة هذا التأييد عدة مرات. مرة لما وصل بالليل يوم 5 أغسطس سنة 52 قبل أن يذهب إلى داره توقف في مجلس قيادة الثورة وأحضر محمد نجيب وأبلغه بتأييده للحركة، قال له الحركة المباركة، سميت بالحركة المباركة. أول لقاء حضرتك والنحاس باشا ورجال الوفد ورجال الأحزاب برجال الثورة، ما الذي تذكره عنها، عن هذه الفترة أو هذه الزيارة أو هذا اللقاء باختصار؟ والله يا أخي طارق، لقاء مع الأسف مؤسف أو محزن.
ناس يطلعوا على ما يذاع ويبيحوا أشياء ويمنعوا أشياء أخرى. بعد قيام الثورة بأربعة أيام جم قبضوا علي أنا وعلي أمين، وأنا اعتقدت أن السبب أنهم خافوا أن ننشر أن فاروق هيطردوه، وكانوا مش عاوزين يغادر البلاد. لكن بعد كده عرفت انه واحد صحفي ابلغ ثروت عكاشة ان احنا اتكلمنا في تليفون مع وكيل خارجية البريطانية في لندن، وقلنا له خلي الجيش البريطاني يوقف الثورة، فقبض علينا. وكان في ذلك الوقت التليفونات كلها مراقبة بين مصر وخارج مصر وتسجل الأحاديث. فبعد ما خرج أخرجوا الملك فاروق، راحوا مصلحة التليفونات قالوا لهم عاوزين الشريط بالمحادثة التليفونية اللي بين مصطفى أمين وبين لندن. فمصلحة التليفونات قالت ما تكلمش. قالوا طب ما تكلمش يوم قبلها بيوم. قال لا ما تكلمش. قبلها بشهر ما تكلمش. فدعونا الى مجلس الثورة علي امين وانا، وقابلنا محمد نجيب واعتذر